الحقيقة يعني أنا ما فيني أقول لك أنه كل شخص ممكن أنه يكون مولوي، لأنه المولوية لحتى تتحقق عند أي طفل طبعاً هي لازم يكون عم يتعلم من هو طفل عمره 5 سنوات. يعني ما فينا نقول لشخص عمره 30 سنة فضل نعلمك مولوية، ولا فينا نحن نفرض على أي واحد نقول له بدنا نعلمك مولوية. بده يكون هو عنده الرغبة بالدرجة الأولى، هو يجي لعنا يقول أنا بدي أتعلم مولوية، أنا بحب المولوية. وقت اللي بتتحقق عنده الرغبة نحن بنعطيه القواعد الأساسية للتدريب على المولوية. طبعاً القواعد الأساسية إنه كيف مثلاً يدور باتجاه عكس عقارب الساعة، مثل ما كنا عم نحكي على جهة الدوران بهالشكل هذا يدور، ولو دار عشوائي بالمرحلة الأولى ما عليه شيء، المهم يدور صح، يكون دورانه صح. بعدين بنعطيه المرحلة الثانية، نعلمه كيف يثبت قدمه اليسار بمكانه. بده يكون المولوي هو مركز ثقة لنفسه، بده يكون النقطة اللي بلش منها ينتهي إلى، يعني ما لازم هو عم يدور يختل الدوران تبعه. بده يكون أنت عم تتفرج عليه هو عم يفتل من 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 الأسفل إلى الأعلى، بده يكون متوازن تمام. المولوية كلها توازن، المولوية كلها توازن. بده يكون القلب سليم، الأقدام سليم، الرأس سليم، القلب سليم. فهي كتير كتير حساسة موضوع المولوية لموضوع التوازن بالجسم. فأنا بجيب طفلين والطفلين عندهم تحققت الرغبة والطفلين بدهم يعني يتعلموا مولوية، بنعطي هذا القواعد وبنعطي هذا القواعد وبنقول لهم معكم مثلا 2-3-4 للتدريب. بنلاقي واحد تجاوب واحد ما تجاوب. اللي ما تجاوب حتما بيكون فيزيولوجية جسمه ما ساعدته انه يتأقلم مع شيء جديد دخل لجسمه اللي هو توازن المولوية. ممكن الطفل الثاني ينجح مثلا يتجاوب جسمه يساعده بهالموضوع. فوقت بتتحقق الرغبة وبيتحقق موضوع المرحلة الثانية اللي هو موضوع الثبات بالأرض أثناء الدوران، بنعطيه بعدين موضوع اللباس فقط ليعطي زي طريقة المولوية يلي عمره هذا الزي 800 سنة. يعني من أساس الطريقة اللي أساسها مولانا جلال الدين الرومي، المولوي لازم يلبس ثوب أبيض فضفاض مخصر بزنار ملون، هاي الجبة السوداء بيلبسوها طبعا مشايخ الطرق. يعني كل مولوي لازم يلبس جبة سوداء فوق البيضة، لأنه هي إلى معنى كمان أنه هو وقت اللي بيكون قاعد بالجبة السوداء هي تعتبر وقت اللي بيشلح على يفتل بالأبيض أنه هو تخلى عن كل شيء له علاقة بهالدنيا وكل شيء أحزان وكل شيء اسويداد بحياته، ليبلش بصفاء ونقاء ودوران ليصل إلى الخالق عز وجل بصفاء ونقاء وبياض. فطبعا حتى الطربوش اللي أنا لابسه اسمه كلاه، الاسم الأساسي له اسمه كلاه، أو السنجي بيقولوا له بالتركي اسمه سنجي، نحن بنقول له كلاه. هذا بيرمز لشاهدة القبر، لكل إنسان بده يتوفى في الحياة. الكلاه عم يمثل شاهدة القبر، والثوب الأبيض بيذكرنا بالكفن الذي يكفن فيه المتوفى في نهاية الحياة. والله الحقيقة يعني تراث المولوية عبارة عن تراث يعني كتير مهم جدا، وأنا بحافظ عليه مثل ما أنا يعني ورثته عن والدي وجدي، أنا حورته لأولادي وأولادي إن شاء الله بيورثوه لأولادهم. طبعا الغاية من ذلك ليس احتكارا ولكن حفاظ على هذا التراث المهم الذي ورثونا يا أبانا وأجدادنا لحتى ما يتشوه. لأنه أنا عدم مؤاخذة أنا عم شوف كتير شباب عنا بالبلد بالأعراس بالأفراح
بيلبسوا ألبسة ملونة، بيعملوا مثل التنورة المصرية، مثل الفلكلور المصري. يعني هذا فلكلور مصري ما لنا علاقة فيه ولا له علاقة بتراثنا، ولا نحن بنسميه مولوية. وأنا من خوفي جدا على أنه حدا يشوه لنا هالطريقة هي القديمة اللي عمرت 800 سنة ببلادها وعمرها 400 سنة ببلادنا واحتضناها واعتبرناها تراث مهم في بلدنا عم نحافظ عليه من 400 سنة، أنه ما يندثر وما حدا يشوه لنا إياه هذا التراث تبعنا. فلذلك نحن عم نحاول نتم محافظين عليه وعم نخبيه مثل ما بيقولوا مشان ما حدا يشوهه أو يندثر هالطريقة. الله 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 سيدي الله 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 العظيم الجلال. إذا ذكرت المولى ترى ما لا ترى الله الله إذا ذكرت المولى ترى ما لا ترى الله الله وكل هو موجود في علم الله 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 سيدي الله 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 العظيم الجلال. يا مريد لا لنعيد للقول الصغار الله الله يا مريد لا لنعيد للقول الصغار الله الله إذا تتبع قولي نوصيك لوجه الله 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 سيدي الله 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 العظيم الجلال الله 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 سيدي الله 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 العظيم الجلال الله يا مولانا الله 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 الله يا مولانا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود علينا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إلهي جود علينا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا ونشاهد نور عياني ونروح الكعبة نزوره ونلبي شاهد نور عياني ونروح الكعبة نزوره ونلبي الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا فيك عمرت سواقي او فيك اموري كلها مرعية فيك عمرت سواقي او فيك اموري كلها مرعية الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا 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 الله